اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. حقيقه بس قبل ما انا عايز اعرف راي كابتن وائل في التقرير لانه راي هام جدا، ولكن معانا تليفون مهم. يعني هو اصر الحقيقه لما عرف ان حضرتك موجود معانا، كان قال لك لا انا لازم دخلة دي مش مريحاني. لا والله ده مش في الكوره خالص، والله ملوش في الكوره خالص. لا مش ملوش في الكوره، ما لعبش كوره في نادي الاهلي قبل كده. قول الو انت ولا اقول انا ولا ايه؟ لا ايوه حاجه انا وانت. الو الو والله عيب عيب عليك يا وائل، تبقى في مصر وما تكلمنيش والله عيب. هو اسلام على فكره اللي فضحني ان انا في مصر. ما كانوش 60 يوم في البرازيل يا وائل؟ ايه؟ ما كانوش 60 يوم في البرازيل مع بعض؟ ده فهمي ولا شيكو؟ فهمي يا احمد، فهمي يا ازيك احمد؟ عامل ايه يا فهمي؟ ازيك يا حبيبي؟ وحشني ازيك يا اسلام الاول؟ عامل ايه اخبارك؟ ازيك يا فهمي؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ وحشنا. عامل ايه يا حبيبي؟ وحشني انت كمان جدا كده. انت دايما معانا ودايما مساند كبير جدا للنادي الاهلي في كل شيء الحقيقه، وانا عارف اهلاويتك وقلب احمر الحقيقه يعني من جوه. احمد فظيع بسم الله ما شاء الله، يعني عمل لنا كوارث في البرازيل. احمد عمل ايه؟ عمل لنا كوارث في البرازيل. لا فهمي قعدنا 60 يوم انا وهو، ويعني عملنا فهمي جمعه البرنامج. البرنامج بتاع فهمي جمعه، فطبعا كانت قصص وحكايات معانا هشام وشيكو اتنين زملكاويه، وفهمي بقى طبعا وعبدون. فاكر عبدون ولا مش فاكر؟ فاكر الفيديو يا وائل؟ لسه معايا، لسه معايا. طب احكوا لنا كده ايه اللي حصل؟ احنا مش فاهمين حاجه، احنا قاعدين مش فاهمين حاجه. ما ينفعش تتحكي. لا في مواقف ما ينفعش تتحكي. ها خليه يوريه لك بعد الهوا. اوريه لك بعد الفاصل. بعد الفاصل يا فهمي منور. يا فهمي منور والله. والله انت اللي منور يا اسلام ومشرفنا دايما ومنور بيتك ووائل، يعني من الاهلاويه اللي بره الملعب حتى. والله انا من الناس اللي كان ليا شرف ان انا عاشر وائل فتره طويله. اهلاوي بشكل اهلاوي درجه ثالثه يعني بشكل فظيع. يعني حتى انا عايز اقول لك احنا واحنا في البرازيل كان عدى علينا الماتش بتاع الدوره الرباعيه لو تفتكر. ايوه بتاع 1-0 الاهلي والزمالك احمد توفيق. كان فرقتنا كان كريم بامبو، كان رمضان لسه كان لسه كان لسه عيل 17 سنه و16 سنه وانا قلت له وائل النهارده هيخسر. ايوه مش فاكر اسمها النادي الاهلي يخسر. لو تفتكر يا وائل كنا متفقين مع هشام وشيكو اللي يخسر ما يحفلش على الثاني. بعدين جالنا المسج 1-0 قال له 1-0 احمد توفيق. كان احمد توفيق اون جول. حط جول في نفسه. فافتكروا ان الزمالك كسبان قام شيكو قال له 1-0 شيكو قال له ولسه الفرقه ما جابوش والاهلي اللي كسب الماتش ده. كسبنا 1-0 دكتور احمد توفيق. كان فتح الله ضيع ضربه جزاء برضه لو تفتكر الماتش ده كنا واقف مع بعض هناك. بس 60 يوم ده قعدنا مع بعض كتير قوي لدرجه ان في الاخر عايز اقول لك وائل سابني بين الشوطين فاينل المانيا والارجنتين وقال لي كمل انت الحلقه انا راجع في الطياره دلوقتي حالا. لا 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 حصل حصل والله العظيم. والله ما كملش الشوط الثاني قال لي انا بموت. قعدنا 60 يوم كتير برضه خلي بالك يا اسلام. بس وائل ما شاء الله ملتزم. يعني احنا في البرازيل وانا عايز اخرج وابسط كل يوم قيام الليل والله العظيم. كل يوم كل يوم رمضان. بقول لك ايه؟ طب بينام كان بينام الساعه كام والنبي يا فهمي قول لي؟ لا ما كانش في نوم، كان في شغل بقى كنا بنشتغل. والله العظيم انا كنت بروح اقعد في الاوتيل عند حازم وتريكا وكده عشان يخرجوا معايا. هو بيجي انا في عز النوم يقوم مصحيني. قوم قيام ليل يا وائل خلاص انا صليت العشاء مش عايز انا مش عايز. لا هتصلي قيام ليل. والله 60 يوم جيش. انت طبعا بتقول له احنا على سفر ورخصه يعني. طبعا عايز اصلي قصر. حبيبي يا فهمي والله من اجمل الايام اللي الواحد قضاها والله يا اسلام. فهمي جميل ودمه خفيف وممثل حقيقي بصراحه، ليه حضور دايما وليه تواجد وليه خفه دم بتبقى حاضره دايما، ودي مميزات بصراحه قليل ان انت تشوفها في حد. ف انا وانا بقلب التلفزيون كده كاهلاوي بقى كمان. انا ما شفتش حد كده بصراحه، ناس عدد قليل جدا اللي اشوف انتماء وحب ومتابعه واخلاص للنادي الاهلي وتركيز. يعني شوف احنا بنتكلم على فهمي هشام وشيكو نفس الحال مع الزمالك. الزمالك قويه جدا، فتخيل هم حياتهم مع بعض بقى بتبقى عامله ازاي. 1-2 ودايما بيتفوق هو عليهم على الاثنين. ايوه على طول انت اللي دايما راكب. ما هو يعني هو النادي بتاعك دايما مشرفك ومكبرك
النادي الاهلي نادي كبير بصراحه، وانا انا فخور ان انا منتمي ليه، حتى لو ده بيجيب لي ساعات شويه مشاكل اسلام، والله مش بقصدها ولا ببقى، انا بتعامل على طبيعتي، لكن انا في الاخر بتشرف جدا بانتمائي للنادي الاهلي. ايوه بحب النادي الاهلي فعلا، ومش هو ولا اي حاجه، ودي انت عارف يعني كل واحد في الدنيا ليه متعه، في حد بيبقى متعته عربيات، حد متعته بيوت، حد متعته سفر، انا النادي الاهلي هو المتعه الاولانيه ليا. ايوه شرف ليا ان انا بتكلم معاكوا اصلا، نجمين كبار ربنا يخليك والله فعلا متعونا، واه والله كنا بنروح وراكوا كل حته. واخر حاجه بقى بفكر وائل بمبنيات السفريه مجدي عبد الغني لو لا يعني برضو انا مستحيل مستحيل هحكي اي موقف من المواقف يا فامي. انت عندك استعداد تحكي احكي، انا ما عنديش استعداد. يا فامي يا فامي عشان عشان وائل مش هيعرف يحكي. لو انت عندك حاجه تقدر تقولها على الهوا تقولها على الهوا قولها يعني لو تقدر. يعني لا بلاش بلاش يا فامي بلاش يا عم، خلينا نسمع، الناس عايزه تتبسط. اتفضل. طب هقول لك حاجه، هفكرك بواحده وائل لما كان معانا التذاكر بتاعت ماتش الافتتاح. ايوه ايوه كان لازم انا وائل لازم انا وائل نقعد جنب بعض يا اسلام. ايوه لازم نقعد جنب بعض عشان هناخد صور فوتوغرافي، يعني صور عاديه بالموبايلات تنزل على السوشيال ميديا بتاعت البرنامج. ايوه فارقام التذاكر طلع مجدي هو اللي جنبي انا. فقلت له بدل التذكره مجدي مع وائل عشان يقعد جنبي. ايوه ينفع اقعد انت بعيد، هو مش معانا في البرنامج. قال لي 1000 دولار. 1000 دولار؟ لا 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 لو والله شفت الضحك ما يحكيش. نص ساعة قلت له مش هينفع 1000، هديك 1000 دولار ازاي يعني؟ بس في الآخر اقتنع. وقام يعني أهم حاجة في الآخر؟ أقنعناه بحاجات بديلة يعني. إيه البديل بقى؟ يعني كانت أيام جميلة جدا الحقيقة فامي. جميلة والله العظيم. فهمي قول لي برايك في النادي الاهلي خلال هذه الفتره من الناحيه الفنيه بقى، النادي الاهلي خلال هذه الفتره ومباراه النهائي، وهل هتبقى موجود في المغرب ان شاء الله ولا شايف الموضوع صعب بما انه ما فيش جمهور يعني؟ باذن الله هكون موجود يعني، لسه بظبطها النهارده كده انا يعني، الحمد لله انا واخد الباكسين وبجيب الفيزا دلوقتي. ايوه ده انا يمكن كمان عندي العرض الخاص بتاع فيلم العارف يوم 14 او 13، بس هضطر اروح المغرب بقى وابقى احضر لما ارجع، بس ان شاء الله اكون موجود. فنيا انا شايف ان احنا ماشيين كويس جدا. الناس اللي بتتكلم ان في حاجات وفي مش عارف ايه على موسيماني، لا انت ارقامك كلها، الراجل يعني جايب العلامه الكامله لحد دلوقتي. انت بتتكلم في 5 بطولات، انت واخد الخمسه لو اعتبرت ان ثالث العالم دي بطوله، لان انت برضو يعني صعب تحقيقها. فانت بتتكلم في العلامه كامله، انت في الدوري دلوقتي مازال موقفك لو انت كملت زي ما انت هتبقى فارق 2 بونت، وعندك افريقيا ان شاء الله الفاينل باذن الله البطوله بتاعتنا، عندك السوبر المصري، كل الحاجات دي فرصك اعلى. سواء بقى بتتكعبل في ماتش او ما بتتكعبلش في ماتش، في غلطات يعني، انت مثلا ماتش بيراميدز في يعني غلطات فرديه، انا مش هي طبعا مش ناوي خالص يعني خالص خالص، هي انا بعتبرها من كله يعني، هي كانت عايزه كوره تتشال وخلاص والماتش خلص، بس في الاخر فاتتك في الماتش اللي بعده، انت رجعت راكب ورجعت بشخصيتك. اعتقد باذن الله الماتشين اللي قبل افريقيا مهمين قوي. افريقيا مهمه، لو عديت ال3 ماتشات دول يا اسلام هترجع تاخد الدوري مريح خالص يعني. يا رب ان شاء الله. ايه رايك في التحليل يا لا فهمي؟ لازم نحجز له مكان في استوديو قناه الاهلي بحكم ان هو عايش في مصر دلوقتي. فيجي يوم لا ما شاء الله عليه فهمي في الكوره. لا بجد والله بيفهم يعني، ممكن ما هو ما لعبش كوره مثلا كلاعب محترف، انما عنده فهم في الكوره بجد والله، يعني تفاصيل صغيره وحاجات تبين لك هو قد ايه فاهم. انا سعيد طبعا جدا جدا وبالمفاجاه الحلوه دي والله، بس نفسي اشوفه على يعني. طب بقول لك ايه، نجم واحنا على الهوا كده فاهم، انا بقى لي فتره طويله ما شفتوش والله يا احمد. واحنا على الهوا كده بكره مع بعض يا وائل، بكره ان شاء الله هكلمك ونتقابل. نظبط ان شاء الله. عايزين نلعب ماتش كده واحنا مع بعض، ايه رايك؟ يلا يلا خلاص موجود هنا، نظبط يلا نظبط يوم ونروح. طيب نتكلم احمد حسن خلاص، نظبط الدنيا ونعمل الماتش. اهم حاجه تجيب لنا توته معاك. هجيبه انا. بشكرك يا نجم على وجودك معانا والله يا احمد، يعني اسعدتنا جدا. ان شاء الله يا حبيبي، ربنا يعني تنور وتشرف في اي وقت، ده بيتك يعني حبيبي. عارف طبعا، عارف حبيبي. حبيبي ربنا حبيبي يا فهمي، ومبسوط اني سمعت صوتك والله، وان شاء الله نشوفك باذن الله. شرف ليا يا كابتن حبيبي. حبيبي يا فهمي، حبيبي يا فهمي، ربنا يخليك.
ليك وبنشكرك جدا النجم الكبير كابتن او استاذ مش عارف اقول ازاي كابتن استاذ الكابتن الاستاذ احمد فهمي.